نلتقي اليوم في قصر السلام ونتحدث عن حدث مهم ينتظرنا، ألا وهو الانتخابات يوم الأحد القادم. هذه الانتخابات ستكون مهمة وستكون نقطة تحول لرسم تاريخ العراق في المرحلة القادمة. العراقيون لا يمكن لهم أن يقبلوا باستمرار الوضع الحالي، ويريدون حكما رشيدا يوفر لهم الحياة الحرة الكريمة. هذا التنوع العراقي مصدر إثراء لواقعنا الاجتماعي والسياسي والثقافي. النظام الانتخابي الحالي يحاول أن يضمن حضورا حقيقيا للمكونات العراقية المختلفة. هناك فرصة حقيقية لتمثيل مكونات حقيقي، وذلك بالدعوة إلى المشاركة الواسعة من المكونات في هذه الانتخابات والتصويت لمن يرونه مناسبا وأصلحا لتمثيلهم. ضروري جدا أن يكون كذلك كي لا يتلاعب المتلاعبون بهذا النص. المؤسسة الدينية المختلفة وتحديدا المرجعية العليا في النجف هي التي كانت منتصرة دوما لحقوق المكونات والدفاع عنهم أكثر من أي طرف آخر. زيارة البابا في العام الماضي إلى العراق كانت فرصة مهمة لتأكيد التنوع العراقي.